من كام؟ شحال في عمرك؟ عندي 22. من بغا دير هاد التاست؟ الخطيب ديالي شنو سميتو؟ رضا، رضا. منين؟ من كازا، ولكن كيعيش في ايطاليا. من كازا. وكاين في ايطاليا. ها، وشحال في عمرو؟ عنده 37 عام. سبعة. 37 عام. شحال انتي ورضا مع بعضياتكم؟ صراحة ماشي بزاف، يعني كيف تعرفنا كيف خطبنا فيه، يعني تقريبا ما تقريبا نعرفش شحال؟ شي شهر بحال هكاك، اه، شي شهر شهر. وفين تعرفتي عليه؟ تعرفنا في الانستغرام، تلاقيت ولكن هو باقي ما جاش، يعني صيفط غير العائلة ديالو جو خطبو دغيا شهر وصيفط عائلته. هي عري النمرة ديالو. أحلى وريقات. دبل زيرو 39. اها، ايه، كان سمعك. اه، يا الله سكتي. شحال الساعة الدراري في الطاليان دابا؟ الو، السلام عليكم. مساء النور. اهلا وسهلا استاذ رضا. هذا تحياتي لك. كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ بخير، لاباس الحمد لله. مبروك. الله عواشرك يبارك، اخويا. الله يبارك فيك اخويا. اسمعك، كاين شي فطور؟ فطرتو ولا مازال؟ عجال بقى شحال دابا؟ بقى 4 دقائق ونفطر ان شاء الله. ايوا، انا اتصلت بك باش نفتح لك الشهيه ونخليك تفطر، وفي الشهيه مفتوحه لك 100%. نقدم لك الشهيه راسي، زوده. انا نفتحها لك. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج تيست قبل الفطور. فايت لك مفرش في البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ انت حاليا دايس معنا في الراديو على اثير يونا والموجة 96.04. رضا مستقر في ايطاليا سن 37 سنة. هاد المعلومات صحيحة؟ اتصلت بنا واحد الانسة، هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك، على ما قالت لنا باللي انت وياها في علاقة حب وهي كذلك مستقرة في ايطاليا. بغات دير لك واحد السيربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. رضا، انا ندوزها لك من الساعه تهضر معاها بلا شك. كنظن راك عرفتي اشكون. تفضل. هادي غتفتح لي الشهية. ايوا، بغات ندير لك واحد المفاجاه ملي غتسمعها، غتفتح لك الشهية 100%. يكون خير ان شاء الله. دونك قبل ما ندوزها لك، شكون هي هاد الانسه اللي جات على بالك وانت كتهضر معايا؟ وعفاك، لا داعي لذكر النسب بالاسم الاول، يكفي. واحد البنت في ايطاليا انت وياها في علاقه حب، وعلى ما قالت لنا باللي بحال مؤخرا العلاقه متوتره واحد شويه، ولكن هذا لا يعني انكم بيناتكم مشاكل. مصارن في الكرش وكيتخاصموا. دونك راك عرفت شنو السميه ديالها، وبلا ما تذكر لك نيه. تفضل. بوسرا. خليك معايا نشوف السيستم باش نتاكدوا. فعلا بوشرى اللي اتصلت بينا السي رضا، ما شاء الله عليك. دونك كاين حب بيناتكم مادام قلتي بوشرى. ها، شنو كاين؟ كاين شي حاجه اكثر من الحب ولا اقل من الحب؟ ها، تفضل رضا، شنو كاين؟ راه كتسمع فيك. وي، اه، ماشي مشكل. قبل ما ندوز لك بوشرى، شي كلمه زوينه تبغي تقولها لها؟ يا انا صافي. بشرى، زينب اتاك. نعم، ها هو كيسمع لك. الو، السلام عليكم. تبارك الله عليك سريدة. يا بشرى، دير راسك انت يا بشرى، بقا يهضر معاه. صافي، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. بابا واش راك؟ قولي توحشتك، ما كنتش كتسول مالك. تبارك الله عليك. بلاتي راه تقطع لي الخط، نعاودو نتصلو بها، خليك معايا دقيقة. يلاه، بغات تقول لك المفاجأة اللي دايرك وهي تقطع لي الخط. سبحان الله، أنا مأكد أنك غتفرح بزاف.
هاي دابا تقولها لك. جات سمعت صوت امها ولا شحال؟ الو الو، هو معك، كملي. رضا، ما معكش بشرى، معك زين. كي بلاصي كي بلاصي سي رضا، شكون سهام؟ شكون سهام عاوتاني؟ شكون سهام؟ بلاتي، شكون هي هاد سهام؟ والله اخويا الا قلت يا سهام فين بدا قلت انا شي سهام لا طايح لنا شي باطل تما كتلفت يا خويا بو راه قلت لك غادي نصون عليك باش نفتح لك الشاي هو سير اخويا دابا فتحت لك الشاي ولا باقي فتحت لك الشاي ولا مازال زينب انا انا شوفي ما حد مازال مود المغرب راه فاعل خير راه قال تسميت سي يلا سير الله يعاونكم راه هو المشكله قال لك هذا يلا عرف 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 عرفها في الشهر في انستغرام وصافط والديه سبق الوالدين ديالو